كشفت صحيفة دير شبيغل الألمانية عن عرض قدمه وسطاء ألمان لحركة حماس لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شليت مقابل الإفراج عن 450 أسيرا فلسطينيا. وبحسب الصحيفة الألمانية فإن أجهزة الاستخبارات الألمانية تجري منذ فترة قصيرة محادثات مع الحكومة الإسرائيلية وحماس، وأن هذا العرض حصل على موافقة الحكومة الإسرائيلية، فيما تم إمهال حماس حتى شهر سبتمبر لإعطاء ردها على لسان رئيس المكتب السياسي في حماس خالد مشعل. وأوضحت المجلة أن عملية التبادل ستتم على مراحل، وفي المرحلة الأولى تطلق إسرائيل سراح مجموعة أولى من المعتقلين فيما ينقل شليط إلى القاهرة، وفي مرحلة ثانية يتم إطلاق مجموعة ثانية من الفلسطينيين بمثابة بادرة إنسانية من جانب بنيامين نتنياهو.